حامك انت. اي والله ايش فيك انت؟ عافيك غير شغله. انا اسفه ما قدرتش ابلغ حضرتك. لا اسوء ولا شيء، انا راعي مكان. يا ما عليه ايمن، ابو فهد صاحب مكان. خير مبارك، ناخذنا مشراع ميداف. شنو ضيفك؟ لا ضيفني ولا ضيفك يبا، بعدين علمهم. شنو انا اذا بغيت ادخل عليك لازم استاذن؟ هذا مكاني من حقي. اي والله انا بس لاني شوي مضايق ترى ومتوتر الحقيقه. اخوي رحمه الله عليه يعني في المنام حلمت فيه مره ثانيه، زعلان متضايق قاعد يأنبني ويلومني ويعاتبني، يقول لي هيا هيا مو امانه برقبتك؟ شرد علي شو اقول له؟ بس انت عارف ان هذا الكلام مو مقبول، انت وقعت لي على اقرار وتعهد. حكي هذا ناخذ خيره. التعهد اللي تحكي عنه بالله واشرب مايه. انا كنت عند المحامي، قال لي القرار هذا مو قانوني ابدا. قانوني مو قانوني بيمشي عليك وعلى المحامي اللي استشرته. انا ابو هيا وسلمان اخوي انا. وهي موجوده عندي وانا محافظ عليها وحاطها بعيني ومهتم فيها اكثر منك. انت حب تخاف عليها اكثر مني انا. انا عمها عمها مسؤول عنها قدام الله وقدام القانون. اسمع مبارك، هذا الكلام اللي انت قاعد تقوله ما يمشي، وكلامي انا اللي بيمشي غصبا عليك وغصبا على اللي ما يرضى واللي ما تواصله بيدك واصله بريلك واعلى ما بخيلك اركبه. تفضل اطلع برا. انت ما يريرتك في المحاكم وخليتك تنطط من قاعه لقاعه ما اكون انا مبارك. اقرب الباب وراك.